السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إخواني سنلعب ديربي المغربي بين الوداد والرجاء، فلا تنسوا إخواني الاشتراك في القناة لدعما لنا، فلكي نلاطول أكثر أترككم مع الفيديو. إذا إخواني على بركة الله فلنبدأ. هذا هو تصريح يحيى جبران لاعب الوداد المغربي. نواجه اليوم خصما الأزلي، يعتبر نادي الرجاء هو خصم الأزلي لنادي الوداد. وهنا تصريح سفيان رحيمي لاعب الرجاء، الكلاسيكو أو الديربي سميه ما شئت، من لاعب الرجاء. إذا فندخل مباشرة إلى مباراة إخواني بين الرجاء والوداد في ديربي الغضب. سألعب أنا بالرجاء بينما الخصم الثاني بالوداد البيضاوي. هذا هو الديربي المغربي. إذا فندخل لأجواء المباراة، المدرجات ممتلئة إخواني بالجماهير، لما لا؟ يلا يطلق كرة يا حفيدي، هذا يلا الحداد، يلا الحداد، يلا يلا شرف، يلا يطلق كرة، جيد، يلا الحفيدي مرة أخرى، أوي يا يا الحفيدي، الحفيدي يطلق كرة، يلا هذا العرجون يا شوت، أي أي تألق التكناوتي. الكرة الأولى ضائعة يا إخواني من جانب الرجاء. الله يعني التكنوسي، الله هذا جبران، هذا جبران لي الدار. أي 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 زنيتي يتألق يجب الكرة، كم كانت صعبة هذه الركنية للوداد، والهدف الأول للوداد. سجلوا علينا الوداد هدف الأول في الدقيقة 18 إخواني. باباسو هذا ورأس الحربة للوداد، هي الاحتفالية للاعبين الوداد بتقدمهم 1-0 على الرجاء البيضاوي. نريد إخواني التعادل، يلا يلا هذه الانفراد، يا سلام الرد أتى قويا إخواني، 1-1 من جانب الرجاء. الرجاء تسجل هدف التعادل، الوردي إخواني يسجل هدف التعادل. إذا أصبحت النتيجة 1-1 بين الرجاء والوداد المغربي. في هذه المرة أخرى ولكن تيغنوتي يصل إلى الكرة. نحن الآن في مطلع الشوط الأول، إذا انتهى الشوط الأول إخواني بنتيجة 1-1 بين الرجاء والوداد. ديربي المغربي إخواني، ديربي الغضب. هذا هو الحفيدي. إذا بداية الشوط الثاني إخواني، يلا هذا خطأ للرجاء، الشوطة يا العارضة، العارضة تنوب على التيغنوتي، ضاعت هدف الثاني إخواني للرجاء. يلا 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 للدفاع، يلا يلا اضغط اضغط اضغط، أوه هذه هجمة للوداد، أوه يا هدف الثاني. إذا 2-1 للوداد على الرجاء، المسجل هو جيوب جوبار. إذا أصبحت النتيجة 2-1 الآن. الزنيتي يتلقى الهدف الثاني، يلا 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 خرج كرة، والحافيدي يا سلام، أي طريقة هذه. إذا الحافيدي يعدل النتيجة للرجاء في الدقيقة 83 إخواني. ديربي مجنون هذا. إذا 2-2 أصبحت النتيجة الآن، الحافيدي يعدل النتيجة لجانب الرجاء. شوف اخواني الاعادة، شوف 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 الكرة كيف ثابت، شوف شوف يلا يخرج كرة، والحافيدي باي طريقة، يا سلام عليه يا الحافيدي في مرمى التكنوتي. هذا يلا 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 الوردي، يلا الوردي الانفراد، الوردي يا سلام، قلبنا الطاولة على الوداد اخواني. اذا 3-2 الوردي يسجل في الدقيقة الاخيرة، اصبحت النتيجة 3-2 للرجاء. يا سلام عليك يا الرجاء الأخضر المغربي، يا سلام يا سلام. الدقيقة الأخيرة والهدف الثالث يأتي، وفرحة الجماهير هنا، جماهير الرجاوية. إذا 3-2 أصبحت النتيجة الآن، هذه الدقيقة الأخيرة، يلا يلا الدفاع والدفاع على 3-3، والعارضة يا ساتر يا ساتر يا ساتر، الوداد كادت أن تأتي بهدف التعادل. يلا خرج كرة يا زنيتي. إذا انتهت المباراة بفوز الرجاء 3-2 على الوداد المغربي. كلاسيكو أو الديربي سميه كما شئتم، كما قال الرحيمي، بنتيجة 3-2 انتهى هذا الكلاسيكو المغربي.
إذا إخواني سننهي الفيديو هنا، أشكركم على حسن المتابعة، وإذا أردتم أي مباراة أخرى لنلعبها في هذه القناة ما عليكم إخواني إلا أن تتركوها في القناة، فتحياتي لكم، سلام.